قبل ما ندخل في الجزئيه دي بقى اسمحي لي هناخد نور معانا على التليفون. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا دكتور، ازيك؟ اهلا، اتفضلي دكتور معاكي حبيبتي. اهلا بيكي يا نور. الحمد لله تمام معاكي يا حبيبتي. كنت عايزه اسال سؤال بس استفسار كده يا دكتور. هو انا دايما ببقى في الجامعه واغلب وقتي بيكون بره. اغلب وقتك ايه يا نور؟ بره بيكون بره. بتاكلي يعني بره كتير قصدك؟ عايزه تقولي لي كده. كده وبحس ان الفيتامينات وعملت تحاليل ففيتاميناتي كلها واقعه. فهل الملتي فيت هيبقى كويس؟ هيقومني على الفيتامينات ويديني طاقه لاني اقدر كمان اروح الجامعه؟ لاني برضو الاكل اللي هو مش اللي هو الاول اللي هو فاست فود برضو مش اكل اللي يكون من البيت. صح نور، انت من اسيوط، اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا دكتور. هتجربي قلب مالتي فيت طبعا، هيبقى رائع معاكي، هيبقى حلو جدا، تركيزك هيعلى، نشاطك هيعلى، مناعتك هتعلى. وخلي بالك الاكل الفاست فود مش بلاش طول الوقت فاست فود، لان طول الوقت فاست فود مناعتك قليله، طاقتك قليله وحاجات كتير. بس قلب مالتي فيت هتاخدي منه قرص واحد مع انك تحاولي تاكلي اكل صحي من البيت، هتلاقي نتيجه رائعه. النتيجه هتلاقيها في خلال يومين. انا بحب ادي رينج، انا بقول في خلال اسبوع، لا انا الفيدباك بتاعي بتوع الساده العملاء اللي اشتروا قلب مالتي فيت بيقولوا لي والله يا دكتوره دينا في خلال يومين الطاقه والتركيز بقوا احسن بكتير. فهو قرص واحد بقول لنور. شكرا ليك يا نور. هتاخديه منين؟ طب التواصل ازاي؟ يا اما الصيدليه اللي جنب بيتك، سلسله صيدليات كبيره احنا موجودين فيها، يا اما تكلمين عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه. ونور هستناكي في خلال اسبوعين، يا ريت تعودي الاتصال بعد الاستخدام وتقولي لي رايك فيه. والله انت حاجه هي اصل البنات الصغيرين دول، بصي انا ببقى يعني متعاطفه معاهم جدا حبايبي، لان طول اليوم فعلا بيبقوا بره ومجهودهم بقى اكتر. صح. واتمنى يا رب ان هم يلاقوا فعلا حاجه واحده، فعلا ما يبقوش مضطرين ياخدوا 100 حاجه. صح. فكره